اهلا وسهلا بكم في اسكور ومن قلب الخرطوم هرشة طوالي لولاية البحر الاحمر حضرتها مدينة بورسودان في حضرة العنصر النسائي. فتاة سودانية نقول كنتاكة سودانية تميزت بعديد من الرياضات لكن اثبتت نفسها وتميزت في علاج الماي ومع بعض هنتابع. مرحبا بكم. الاسم هاجر محجوب. مكان الميلاد بورسودان. اسم الشهرة هاجر بس ما عندي اسم شهرة. البداية الحقيقية لك؟ البداية قبل 5 سنة. نشوف في ملعب الكابتن هاجر فيشتو. هاجر اختيارك للعلاج المائي كان اختيارك ولا كان في زول دعمك للحاجة دي؟ في زول دعمني كان الحقيقة. مين شجعك هو؟ كابتن أبا يزيد شجعك للعلاج المائي. طيب بعد ما اخترتيه لقيتي نفسك في العلاج المائي؟ أكيد لقيت نفسي في العلاج المائي. طيب الحاجة اللي خلى شنو الكابتن هاجر انها من تجديف لمدرب السباحة ولعلاج مائي؟ ليه اخترتي جبت العلاج المائي؟ اخترته لأنه لقيت نفسي فيه عشان كده اخترته. طيب الناس ممكن تسأل ايه العلاج المائي؟ شنو من الإصابات اللي بيعالجها العلاج المائي؟ ضيق النفس والرطوبة والغضروف. طيب أكيد أنت عالجتي كم حالة، شنو من الحالات الحالة اللي أنت عالجتيها؟ عالجت حالة غضروف وضيق النفس. بما انه نحن نقول علاج مائي معناتها حيكون الممارسه داخل الماء. طيب كيف اكيد حيكون في تخوف. طيب الناس اللي ما عندهم علاقه بالسباحه بتتم كيف المعالجه والتعامل معهم؟ لا التمارين ما بتكون في الغريق، بتكون برا يعني المو بتكون في الغريق يعني. ايوه في حته ضحله يعني. ما شرط ان الزول يتعلم السباحه حتى بعد ذاك تبدا المرحله الاول؟ لا ما شرط. ما شرط. طيب في صعوبات بتواجهك انت كمدربه مثلا بتاعت علاج مائي مع المريض؟ والله في البداية يعني لازم يكون منتبه عليه شديد لأنه هو أصلا ما بيعرف يسبح يعني ما يمشي على الغريق كده يعني يكون في انتباه شديد. طيب التدريب بتاع مكان التدريب بتاعك وين في بورسودان؟ في نادي بورسودان. نادي بورسودان. طيب أنت من بورسودان البحر وهنا نحن عندنا النيل، في فرق بين إنه ممكن العلاج المائي شرطا يكون في البحر أو في النيل ولا بس المطلوب موية؟ لا بيكون في البحر يعني البحر الأحمر لأنه بحر مالح هو أفضل يعني العلاج فيه. نعم. طيب بعدي العلاج المائي. طيب نحن لو مشينا بك شوية لأنك أنت مدربة برضو بتاعت السباحة، طيب اختيارك للسباحة ده كان اختيار أنك تكون مدربة ولا؟ كان اختيار مدرب برضو كابتن أبا يزيد. اختيار سباحة. طيب والتجديف برضو كان اختيارك؟ اختيار صاحبتي. نعم. طيب نقدر نقول كابتن هاجر ما بين العلاج المائي والتجديف والسباحة لقيت نفسها أكثر وين؟ في التجديف أكيد. في التجديف. نعم. وعايزة تطور وتقدم نفسك في هذا التخصص علاج المائي ولا السباحة؟ في التجديف إن شاء الله. في التجديف وخصيصا إن شاء الله يكون في الروين. يا سلام تسلمي.